بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، احنا بالمحاضرة السابقة وضحنا وبينا شو يعني ريفرنس. طبعا قلنا احنا الريفرنس هو عبارة عن عنوان للمتغير اللي هو الفاريبل، يعني وين بالميموري. وقلنا انه ممكن انه احنا نعرف هذا الريفرنس بالكود تبعنا بإضافة اللي هي إشارة الاند قبل ولا بعد اسم المتغير؟ قبل دكتور. قبل اسم المتغير، كويس. وأيضا من الشغلات اللي بيناها في المحاضرة السابقة قلنا انه من الفوائد الرئيسية اللي بنستخدم فيها الريفرنس إنه بعطينا أكثر من قيمة للفانكشن. واتفقنا إحنا وياك وقلنا إنه الفانكشن عادة برجع لنا كم قيمة؟ دكتور إحنا كنا بنحكي إنه برجع قيمة واحدة، بس قيمة واحدة. حضر ما قلتنا إنه برجع بالضبط. بنقدر. إذا اتفقنا إنه الفانكشن برجع قيمة واحدة. الآن من فوائد استخدام الريفرنس انه بمكن الفانكشن انه رجع لنا اكثر من قيمه، بمكنه انه رجع لنا اكثر من قيمه. وانتبهوا هنا في ايضا نقطه مهمه جدا، انه المتغير اللي انا ببعثه عنوانه للفانكشن، المتغير اللي انا ببعث عنوانه للفانكشن، إذا تم تغيير قيمة المحتوى العنوان زي ما ورجيناكم بالمثال المرة اللي فاتت بالرسم، للمحتوى العنوان داخل الفانكشن شو بصير؟ أيضا تتغير قيمة المتغير، القيمة تبعته بتتغير داخل وين؟ داخل مكان الاستدعاء. يعني إذا غيرت أني قيمته للمتغير هذا، أيضا يتم تغيير قيمته عند استدعاء الفانكشن. وين إحنا بنستدعي الفانكشنز عادة؟ في المين دكتور؟ في المين. إذا برضو رايح يتبعوا أنه تتغير قيمة المتغير داخل مكان الاستدعاء، مكان ما إحنا بنستدعيه رايح تتغير هاي القيمة. طيب، الآن في عندنا هون بالسلايد، وضع عندكم السلايدات؟ واضحة دكتور. طيب، بالسلايدات في عندنا مثال بسيط وصغير، بقول لك إنه هذا البرنامج بقرأ الكورس سكور، يعني قديش أنت بتحقق ب المادة اللي انت جاي ماخذها، وشو بطبع لنا؟ بطبع لنا الاسوشيتد كورس جريد. شو يعني الاسوشيتد كورس جريد شباب؟ يعني مثلا عادة احنا لما بناخذ مادة يا بنجيب بيها 100، يا بنجيب بيها 90، يا بنجيب بيها 80، يا 70، يا 60، يا 50، يا ولا شيء. الآن بنقول لما مثلا العلامة، أرجوك إياها زي ما هي مكتوبة عندنا، لما تكون العلامة أكبر أو تساوي 90، أكبر أو تساوي 90، رايح يطبع لنا العلامة هاي تبعتها بالأحرف شو هي؟ A. A هذا المقصود بها، وهكذا B C or D or F إذا أنت جبت مثلا أقل من اللي هو العلامة هاي. الآن انتبهوا عندهم. الآن في بداية البرنامج هو سوالنا بروتوتايبينج. شو يعني بروتوتايبينج شباب؟ اللي هو تعريف للفانكشن دكتور. بالضبط، اللي هو الإعلان عن تو فانكشن، إعلان
عن تو فانكشن. هذول قلنا لكم رئيسيات تنتين. لما احنا بدنا نسوي فانكشن بدك تسوي عمليه، اول شيء عمليه استدعاء اعلان خارج المين، استدعاء داخل المين، ومن ثم بناء تحت المين. الان في عندنا بسوي اعلان لتو فانكشن من نوع void. الفانكشن الاولاني اللي هو get score، يعني قاعد بسوي لنا عملية قراءة للسكور، وبده ياخذ two variables او one variable، sorry one variable، اللي هو من نوع ايش هذا الاسكور؟ انتجر دكتور. انتجر، من نوع انتجر، بس من نوع انتجر. يا شباب هذا المتغير من نوع، ما هاي في عندنا اند، هي شايفينها الاند. شو يعني اند؟ يعني الادرس من نوع ريفرنس، من نوع ريفرنس وهو انتجر، من نوع ريفرنس وهو انتجر، من نوع ريفرنس وهو دبل، طبعا مش دبل هون، من نوع ريفرنس وهو تشار كاركتر. اوكي، هيك المقصود، هيك بنقرا. اذا باخذ متغير واحد من نوع ريفرنس وهو انتجر. اوكي، يعني هون شو معنى هون؟ يعني هون call by ايش؟ call by reference. call by reference يعني شو call by reference؟ يعني بقرا انه، يلا شباب بقرا انه ايش؟ شو بقرا انه؟ دكتور بيقرأ لنا الادرس، بيقرأ لنا الادرس اللي حجزناه وين؟ بالمين ميموري. طيب طبعا اليوم يعني مولع، مش رايحين نسمع بعضنا كثير. في زوامير عندكم؟ في زوامير بالبلد؟ ما معبى دكتور. طيب الثاني دكتور. الثاني اللي هو الفويد برنت جريد، باخذ فاريبلز من نوع انتجر بس، مش من نوع ريفرنس، باخذ اللي هو من نوع انتجر. طيب خلينا ننتقل الان داخل المين على السريع مشان ما نضيعش وقت كثير. داخل المين بدايته شو معرف لنا هون شباب؟ دكتور الصوت بقطع. الصوت بقطع؟ يا اخوان الصوت بقطع عندكم. الصوت بقطع؟ لا عندي انا تمام. انا عندي تمام. لا الصوت ما بقطعش ابصر، في عندك مشكله بالنت انت عمي. طيب رايح تكون المحاضرة مسجلة، المحاضرة رايح تكون مسجلة، بإمكانك تسمعها مرة ثانية. إذا داخل المين قلنا أول إشي في عندنا عرفنا متغير، هذا المتغير اسمه اللي هو الكورس سكور. كورس سكور يعني العلامة تبعت الكورس. طيب بعدها قال لنا سي اوت، دي مجموعه من اللي هي الكلمات اللي رايح يطبع لنا اياها. وبعدين سوى لنا عمليه تونه. شو هذا هون يا شباب؟ هون اللي باشر عليه هذا، هذا اللي هو الكول من جوا المين، الكولينج من داخل المين، الكولينج من داخل اللي هو المين. إذا بعدها راح يتم استدعاء الفانكشن الأول. الفانكشن الأول هون شو بدنا نبعث له القيمة as an input؟ اللي هي الكورس سكور اللي عرفناها ببداية المين. هذا هاي اللي هي رايحين نبعث له إياها، اللي هي الكورس سكور. صح ولا لا شباب؟ أنت معنا ولا مش معي؟ اه دكتور معك. طيب اذا يتم استدعاء الفانكشن الاول هذا اللي هو
get score وبنبعث له قيمة اللي هي الcourse score، نبعث له اللي هو عنوان ولا قيمة؟ دكتور get score عنوان، نبعث له عنوان. هذا الفانكشن الأول هسه رايحين نروح عليه إن شاء الله. الفانكشن الأول نبعث له اللي هو العنوان، إذا رايحين نبعث له عنوان الكورس سكور. عندنا هون بالرسمة هاي البسيطة، هاي اللي هو المتغير تبعنا على اليمين اللي هو اسمه الكورس سكور، وهذا على سبيل المثال اللي هو الموقع اللي محجوز، عنوان الموقع اللي محجوز داخل الميل ميموري اللي هو 00FDT5، وهذا مثال طبعا مش واقعي. طيب خلينا نروح على الفانكشن نفسه. هذا الفانكشن، الفانكشن بيقول لنا void get score integer and score، integer and score. هون بدنا نبلش نفهم شغلة، هون بدنا نبلش نفهم شغلة. الآن هون صار في عندنا integer and score اللي هي إيش؟ يعني اسم متغير reference، متغير ثاني اسمه score، reference متغير من نوع integer اسمه score. لكن هذا موجود عندنا بالمين، شو اسمه؟ موجود عندنا بالمين إيش؟ اسمه course score. إذن العنوان هذا، العنوان هذا رايح يكون لتو variables، رايح يكون لتو variables. الvariables الأول اللي هو الcourse score، والvariable الثاني شو هو شباب؟ score دكتور. والvariable الثاني اللي هو score. الفاريبل الثاني اللي هو السكور. طيب شو اللي صار هون؟ هل السكور والكورس سكور الهن نفس العنوان؟ اه ولا لا؟ اه دكتور هيك صفى الهم نفس العنوان. نفس العنوان. الان لو حطينا هون 50، أعطيناه قيمة 50، شو بدها تكون القيمة هون؟ هل القيمة 50 هاي للاثنين هذول؟ نعم. آه دكتور رح تضلها زي ما هي. إذا الآن إحنا بالطريقة هاي صار عندنا two variables have the same address and they have the same value. أوكي؟ طيب خلنا نرجع على الفانكشن تبعنا اللي هي السي اوت، سوينا عمليه طباعه انتر كورس سكور اللي هي الان سي ان سكور، سي ان سكور. الان بدنا ندخل قيمه السكور، الان بدنا ندخل قيمه السكور. السكور هون، السكور هون اللي هو نفسه قلنا ايش؟ نفسه هو الكورس سكور. طيب اندل الى اخره الى اخره. طيب الان نرجع للمين، عندنا هون البرنت جريد سكور، شو رايحين نبعث له هذا؟ رايحين نبعث له ايش؟ شلون؟ الانتجر العادي دكتور، انتجر اللي هي سكور. طيب انتجر سي سكور، اذا بده يكون في عندنا هون متغير اسمه اللي هو السي سكور، السي سكور. خلينا نحط ونوضحه على الرسم، وين بده يكون موجود عندنا على الرسم هون؟ وقديش قيمته؟ لنفترض انه قيمته كمان 50 عشان تكون الامور يعني واضحه. لنفترض انه اسمه برضه، شو اسمه قلنا؟
شو اسمه شباب ال variables بالfunction اللي بدنا نبعث له اياه؟ C score. الآن لنفترض إنه قيمته اللي هو 50، طبعاً هذا يكون في موقع آخر، إحنا سوينا له عملية calling by reference ولا بدون reference؟ بدون دكتور. بدون. إذن إحنا حطينا القيمة مباشرة لمتغير حجزنا له بالمين ميموري اسمه C score، وسويناها اللي هي العلامة 50 لنفترض إنه 50. الآن خلينا نمشي بالكود كمان مرة. الآن صارت عندنا العلامة اللي دخلناها هون قديش؟ 50. بنقول له الآن هل الخمسين اللي هي السي سكور أكبر أو تساوي 90؟ يا شباب لا دكتور لا. إذا شو بده يساوي؟ بده ينزل وين؟ اللي بعديها. اللي بعديها هل الخمسين أكبر أو تساوي 80؟ لا برضو لا دكتور. هل الخمسين أكبر أو تساوي 70؟ لا. لا هل الخمسين أكبر أو تساوي 60؟ لا. الآن بده ينفذ السطر الأخير اللي هو بطبع لنا طباعة فقط، طباعة شباب، بطبع لنا إيش؟ بطبع لنا الحرف F. بطبع لنا الحرف F. هذا اللي هو تذكير وتأكيد على اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة. إذا صار في عندنا اللي هو تعريف ل الريفرنس فاريبل والفاليو فاريبل، وكيف إنها تتغير القيمة تبعتن، وكيف إنه ممكن إنه عندنا تو فاريبل هاف ذا سيم address in the main memory. اوكي. وايضا كيف انه احنا ممكن نعرف one variables have a value بالمين memory وكيف احنا بنقدر نتعامل معها. طبعا هنا المثال تبعنا احنا عرفنا two function، وهذول الفانكشنات الاثنين واحد منهم بقرأ والثاني بسوي عملية اللي هي طباعة للقيم اللي احنا بندخلها لهذا الفانكشن. طيب الان خلونا ناخذ مثال ثاني يوضح لنا الامور هاي، وخلينا نعرف مثلا اللي هو بالمثال تبعنا هذا نعرف اكثر من variables ونبني برضو two function ونشوف شلون احنا ممكن نشتغل على البرامج تبعتنا. وترى الموضوع سهل جدا ومغطى بغطى قش، يعني ما بدهوش هذاك، الموضوع بسيط. طيب سوي نيو شير برنامج، طبعا كتبته مشان اللي هو السرعة. ظهر عندنا البرنامج شباب؟ طلع دكتور. طيب في عندنا بالبداية الهاتش انكلود اي ستريم، بعدين يوزنج نيم سبيس اس تي دي، وبعدين سوينا عملية بروتوتايبنج للفانكشن تبعتنا. الفانكشن اللي عندنا في عندنا الفويد سميناه reference 1 وبعثنا له اللي هو 3 variables. النوع الأول اللي هو هذا، واحد يقرأ لي شو هذا دكتور؟ هو من الريفرنس تبع الانتجر، reference للانتجر. والثاني برضه نفس الشيء دكتور. والثالث اللي هو الفاريبل العادي اللي هو الفاليو وليس الريفرنس. إذن
التو variables ودينا له الريفرنس تبعتهم بقرأ لنا الريفرنس تبعتهم، والثالث بقرأ لنا اللي هو الفالي. طيب في عندنا الفانكشن الثاني سميناه الفال اللي هي القيمة 1، وأخذ عندنا هون واحد ثاني غير اللي قرأناه قبل شوي، يقرأ لنا هون شو فيه. ها شباب شو بدنا نبعث له هون؟ انتجر. انتجر دكتور، بدنا نبعث له two variables من نوع انتجر. ممتازي. إذا هذول شباب شو اسم هذول؟ دكتور بروتوتايبينج. ممتازين، هذول اسمهم البروتوتايبينج. طيب مناش ننزل مباشرة على الكونستراكشن للفانكشن، خلينا ننزل على المين ونعرف الفاريبلز تبعتنا. بالمين هون في عندنا اللي هو عرفنا ثلاثة فاريبلز من نوع انتجر A والB والC. أعطينا للA قيمة 10، طبعا أنا بحدي في مدرسة ترى يوم جار للمدرسة يعني. والبي يساوي 20 والسي لنا قيمة يساوي 30. الآن هون إذا إحنا طبعنا القيم للأي والبي والسي شو رايح يعطينا شباب؟ سطر هذا عشرة عشرين ثلاثين بالضبط، رايح يعطينا، ظلكم متذكرين هذول، رايح يعطينا عشرة عشرين ثلاثين. طيب الآن بعديها بصير في عملية كولينج لمين؟ كولينج للفانكشن. مش بصير كولينج للفانكشن منين؟ من داخل المين ولا خارج المين؟ بصير كولينج للفانكشن داخل المين. من داخل المين فانكشن خارج المين والاستدعاء داخل المين. والاستدعاء داخل المين، ممتاز. هذا سوينا عملية استدعاء للفانكشن الأول، وبعديها قلنا له اطبع لنا الفاليو افتر اللي هو الريفرنس فانكشن، اطبع لنا قيمة اللي هي المتغيرات الاي والبي والسي. طبعا رايحين نشوف هسه الفانكشن نفسه مشان نقول لكم شو رايح يطبع لنا هون، وخلينا ننزل عليه مباشرة قبل ما نروح على الفانكشن الثاني. اي الفانكشن اللي هو الريفرنس 1. الريفرنس 1 تتذكروا بالبداية قلنا كم قيمة بده ياخذ الشباب؟ بده ياخذ ثلاثة. ثنتين من نوع ايش؟ ريفرنس واحدة عادي. ريفرنس انتجر. والثالث نوع انتجر خالص. اوكي؟ نوع انتجر خالص. الآن لما سوينا له عملية كولينج شو حطينا الفاريبلز احنا؟ A و B و C. A و B و C. إذا الجي رايح يقابل الاي، والاتش اللي عرفناه هون بالفانكشن رايح يعطينا البي، وايضا الدبليو رايح يعطينا اللي هو السي، لانه عرفنا هون ثلاثه فانكشن، هون رايح يعطينا اللي هو قيمه الثلاثه فانكشن لما سوينا له عمليه اللي هي الكولينج. الان الانتجر لا ان جي شو بعطينا بقرأ لنا هون؟ انا بعطينا 10. مش رايح يقرا لنا اللي هو العنوان ولا شو رايكم؟ دكتور رايح يقرا العنوان يضربه باثنين. ايوه رايح يقرا العنوان ويعطيه يضربوا باثنين. لكن بما انه احنا قبل شوي ورجناكم بالرسمه قلنا لكم هون بهاي الحاله تحديدا بالذات
صار في عندنا إنه ال two variables والله تسووا ميوت بالميكروفونات تبعك. ال two variables صار مباخذن إيش؟ صار مباخذن عنوان واحد وقيم واحدة. إذا صار عندنا بالحالة هاي بالفانكشن هذا صار ال A وال J شو مالهن؟ have the same address and نفس القيمة دكتور. شو كمان؟ ليه نفس القيمة نفس الادرس وشو كمان؟ وليه نفس القيمة؟ إذا ال J هون شو قيمة قديش؟ 10 كانت 10 والجي الجديدة بنضربها باثنين قد ايه بصير؟ 20 20 دكتور. الآن بالبداية قلت لكم بداية المحاضرة قلنا لكم إذا غيرنا القيمة بالكولينج شو رايح تتغير؟ إذا غيرنا قيمة المتغير غيرناها قيمة الفاريبل شو بصير؟ بتتغير القيمة لما إحنا بدنا نسوي عملية كولينج. يعني بصير القيمة المخزنة للاي الجديدة قد إيش؟ 20 كانت 10 صارت 20 بالضبط صارت 20 وللأتشون هي 40 وهي والبي ليها نفس الأدرس وليها نفس القيمة قد إيش قيمة البي؟ 20 دكتور. 20 ضرب 2 40 دكتور. 40 الدبليو هون هي 30 30 60 بتصير 60 30 بتصير قديش؟ 60 بتصير اللي هي 60. طيب بعديها نرجع للميل معلش ضلكم مركزين معي شباب شوي بسيطة هي بس احنا بدنا نوضح لكم ستيب باي ستيب يعني فيهاش حتى لو فيها فاريبلز كثيرة أسماء كثيرة لكن سولفتها بسيطة جدا. إذا فهمت الرسم اللي رسمت لك إياه على الباوربوينت عادي ما فيش مشكلة أمورك سهلة 100%. الآن بالفاليو 1 في عندنا نبعث له قيمتين اللي هي الـA والـB الـA والـB. طيب هون قبل ما نستمر بدنا ندخل موضوع أخذناه بالمحاضرة قبل محاضرتين اللي هو اللوكل والجلوبال. اللوكل والجلوبال هسا الـ A والـ B هذول جلوبال ولا لوكل؟ لوكل 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 بالضبط. شو يعني معناته؟ معناته إني بظهر بس وين؟ داخل اللي هو سكوب تبع المين. سكوب شو يعني سكوب قلنا؟ اللي هو النطاق. هو النطاق لا يعني شو عبارة عن إيش هو؟ اللي هو عبارة ما بين عن مجموعة الكودات اللي محصورة between two braces. صح؟ ومش حطينا لكم داخل المين المره اللي فاتت حطينا لكم انذر تو بريسز وحطينا بيهن المعلومات داخلهن حطيناهن سكوب ثاني وقلنا لكم شو يعني صرتوا ناسيين. anyway الان هذول مهمه انه نفهمها هون اللي هي الجلوبال واللوكال وناكد عليها. نيجي للفانكشن الثاني لما بدنا ننادي لما بدنا ننادي الان بدنا نحط اللي هو سي اوت دي فاليو افتر اللي هي لما ننفذ ال val one function رايح يطلع لنا قيمة ال a وال b واللي هو ال c a وال b واللي هو ال c. طيب ننزل على ال function تحت نفسه لاحظوا عندنا كم فاريبل بعثنا له للفال 1 تو فاريبل شو هن الاكس والواي. الان الاكس يقابل ايش 20 الاي والواي
البي البي. طيب لما نقوله الآن تسوي لنا الإكس ضرب ثلاثة قديش يعني بده راح يعطينا؟ ستين. ستين ليش ستين؟ لأنه غيرنا قيمتها بال. لأنه بالضبط ممتاز إذا أنت مليح. لأنه تغيرت القيمة داخل المين وصار قيمته 20 وضربناه بثلاثة صار 60. الواي الواي كانت 30 بتصير 90. طيب هون ممتاز كويس. واحد ثاني غيري ويكون متابع معنا الآن قال له هون اطبع لنا قيمة السي. السي هون ما لهاش علاقة بالموضوع، احنا اخذ بس ودينا له تو فاريبلز. السي هون شو رايح يطبعها؟ قديش رايح يطبع قيمة 30 ومن هون لهون 30 رايح يطبع قيمة 30. ليش 30؟ لأنه ما عملنا لها عدد ما غيرته. قبل ما أسألكم أعطيتكم تنبيه قلت لكم إنه في عندنا لوكل وفي عندنا جلوبال، هذول هن عبارة عن لوكل يعني ما إلهن علاقة إنهن يتغيرن من خارج اللي هو الفانكشن نفسه. إذا رايح يعطينا هون الـ A قديش قيمتها شباب؟ 60 الفانكشن الجديد 60 والبي 90 40 في 3 ويساوي 120. طيب خلينا ننفذ. يبدو انه في ضغط كبير على الشبكه مش راضي يعني بيشتغل على اقل منه عشان نتائج التوجيه يمكن دكتور. مش راضي. طيب على كل الاحوال عبين ما يطلع لنا نتائج بدنا طبعا كل مره بنذكركم بها ان شاء الله انه نترجاكم انه البرنامج اللي بعطيكم اياه نفذوه يعني شوفوا على اليوتيوب طلعوا وافتح السي بلس بلس اونلاين كومبايلر ونفذوا مباشره على اساس انه تتوثق المعلومه اللي بعطيك اياها. يعني ما بديش تحفظ حفظ، قلت لكم البرمجه ما فيها حفظ. الان لما تشغل البرنامج تسوي عمليه كوبي للكود وتنفذه وتمشي به لاين باي لاين زي ما احنا شايفين هون زي ما حكيت لكم رايح تفهم شو اللي احنا بنحكي به. طيب خلينا نفتح لنا اللي هو في حدا بيسأل؟ دكتور مرات هو سيرفرات ونفس الكمبيوتر بتروح داون، اذا بتعملها كنترول اي كوبي وتعمل ريلود للصفحه بتشتغل اتوقع. نفتحها على نيو تاب. اتوقع انه صار بطيء جدا، مات النت داون صار زفت. اوكي طيب اشتغل عندنا ظاهر عن كل اشتغل. دكتور طيب اذا زي ما قلنا اول شيء بالبداية قرأنا القيم تبعات اللي هو اللي دخلنا له إياهن اللي هي الـ A والـ B والـ C 10 20 30 هذا هو قرأنا إياهن هون. بعدين الـ Value of Variables Inside the Reference Function أعطانا الـ 20 والـ 40 والـ 60 زي ما حكينا قبل شوي. وبعدين أعطانا اللي هو الـ 20 والـ 40 والـ 30 ما تغيرش عليهن إشي، المهم إنه ما تغيرش عليهن
إشي بالنسبة بالذات لمين؟ بالنسبة ل اللي هو القيمة السي، وبعديها اللي هي ظلت 30، وبعديها أعطانا اللي هو 60 و120 بعد ما ضربناهن اللي هو بالثلاثة، بعد ما ضربناهن بالثلاثة. إذن هاي هو مجملا المحاضرة بدها تنتهي. حاولوا الكود هذا تأخذوه وتطبقوه وتفهموا سطر سطر، واللي في عنده أي سؤال أو استفسار أو غموض، مع أن الموضوع سهل جدا ما فيه وش شيء، أنا جاهز لأي سؤال. ماشي شباب. طيب محاضرة اليوم في حدا عنده أي سؤال لغاية تون؟ أي سؤال شباب؟ الله يعطيك العافية دكتور. طيب احنا في عندنا اللي عادة بحضروا يعني 8، واللي بغيبوا 7، يعني عندنا أحمد أنور وسيد وحسان، وفي عندنا إياد عنده حالة وفاة اليوم مش حاضر، وفي عندنا رند زمان ما حضرت اليوم تحضر أول محاضرة، عبد الله عثمان دائما بحضر، محمد حسين الخضراوي دائما بحضر، محمود البدراوي دائما بحضر، ومهند برضو يعني قليل حضور، والباقي ما بحضروش. فاللي بنرجوه من الجميع انه يعني اذا في عندك ظرف لمحاضره محاضرتين اوكي، والباقي ارجوه انه يحضر، وبنفس الوقت شو اللي بنعطيه قاعدين على بالمحاضره انه تحاول تطبقه على اساس المعلومه انها تتاكد داخل دماغك. حفظ ما فيش، زي ما شفتوا رايح اجيب لكم بالفاينل نفس الشيء، هي عباره عن اسئله برامج وبدك انت تتبعها زي ما تتبعنا هون الكود هون وطلع لنا الاوت. اذا ما فيش اي سؤال لغايه هون انا بكون انهيت محاضرتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه دكتور. السلام. الله يعافيك. السلام ورحمه الله. حياكم الله.